بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سادتي في كل مكان انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين ضمن تحدي أشواطنا. ثاني أشواطنا يعتبر شوطنا الأول أيضا للفية الجعدان، انطلق نحو صدارة هذا الشوط. ننطلق مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان انطلاقة موفقة في هذا الانطلاق الجميل. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين والمنطلقين مباشرة مع المركز الأول شاهين ناصر بن محمد الدويكي مع المركز الأول، انطلق ببداية هذا الشوط، والانطلاق مع صايب على المركز الثاني محمد بن عبد العزيز الوهيبي مع المركز الثاني، المركز الثالث شاهين شاب بن حمد اليحافي مع المركز الثالث، المركز الرابع المتدخل من الجانب الآخر والقادم هنا الباز سعيد بسليمان الحار، والمركز الخامس الوصول من شاهين وهيبي بن محمد الوهيبي. هذه المراكز الخمسة الأولى المنطلقة. الله، هنا اسماء ستتقدم، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين مع فئة الجعدان. شوط لا يقل أهمية عن شوط الماضي، شوط الأول كان الإبكار، لكن هذا الشوط يحمل من الجعدان سرعة هائلة. نتمنى التوفيق والسداد للجميع المشاركين. أيضا المهندس بشعاره بدأ يتكتك في مقدمة الشوط، بدأ يطير في أجواء الصدارة بقيادة صايب محمد بن عبد العزيز الوهيبي مع المركز الأول، المركز الثاني الباز سعيد بن سليمان الحارثي على الباز على المركز الثاني، اليحافي مع شاهين الشاب بن حمد اليحافي على المركز الثالث، لكن القادم شوف القادم سراب حمود بن عبد الله المالكي انطلق على المركز الرابع، روح يا المالكي روح مع المركز الأول، انطلق نحو ناموسي هذا الشوط بانطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين، لكن إسراف في المقدمة وفي الصدارة وفي المركز الأول، راح نحو ناموسي هذا الشوط، انطلق نحو الصدارة، إسراب يا إسراب، انطلق نحو ناموس الباز على المركز الثاني، لكن هناك الصدارة بقيادة إسراب حمود بن عبد الله المالكي، انطلق مع الشوط الأول، الشوط الأول الجعدان بقيادة إسراب حمود بن عبد الله المالكي. أسعد الله صباحك، تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل وعلى انطلاقة واد أسراب حمود بن عبد الله المالكي. المركز الثاني الباس سعيد سليمان الحارثي، المركز الثالث أيضا هناك بشعة ناصر الشراخ الوهيبي. دقيقتين 46 و10 أجزاء من الثاني هو التوقيت الزمني لهذا الشوط، تهانينا والناموس.